اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ومخرجات والحب ذو العشق والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفقار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وخلق الجان من
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تنحونكما أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا مكذب صدق الله وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآله.